نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنميه دراسه اجرتها عن التعليم عن بعد في المملكه ومدي استجابتها للتعليم خلال جائحه كورونا مقارنه مع 36 دوله وذلك بالتعاون مع برنامج تقييم الطلاب الدوليين وجامعه هارفارد الامريكيه واظهرت النتائج تقدم المملكه في 13 مؤشرا من اصل 16 مؤشرا على متوسط هذه الدول في مستوى الجاهزيه. كما كشفت الدراسه عن تميز جهود المملكه في التعليم عن بعد بما يعكس الطبيعه التعاونيه للعمل الوطني وكذلك حصول المعلمين على دعم كبير للتغلب على عقبات تفعيل التعليم الالكتروني. بالاضافه الى وجود استراتيجيه واضحه لدى وزاره التعليم لاعاده فتح المدارس وقياس اي فاقد ومعالجته. وتؤكد هذه الدراسه ان المعلمين ومديري المدارس في المملكه اكثر انفتاحا للتغيير من الاقران في جميع بلدان المنظمه. مشيره الى وجود تعاون نسبي في العمل بين المعلمين والمدارس واولياء الامور وكذلك وجود فرص لتعزيز التعاون والمهارات الرقميه من خلال تقديم مستويات اعلى من التطوير المهني للمعلمين.